بتعتقدي لو كان إحسان عبد القدوس ليه بنت، هل كان ممكن أفكاره قد تغيرت؟ والله أنا ما أعرفش، بس أنا أعتقد إن هو ما بيكتبش من 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 وحي إن هو عنده ولدين، أعتقد مش نعم كده، نعم أو بنات. يعني أعتقد عايز إن هو أقول بيبص حواليه على الشخصيات اللي حواليه. ما الإنسان ما بينفصلش عن ذاته، يعني مؤكد ميرفت أمين تختلف كل الاختلاف في رؤيتها للحياة عن أم منة الله. أم من بس ممكن، ولا أنا غلطان؟ لا مش غلطان، بس ممكن في فترة إن أنا أم منة ده جيلي دور واحدة مثلا بتعامل أولادها بطريقة، هتبقى الأمومة عندك أوضح. بس هعمله، ما أنا مفروض ما أنا ما قلتش لأ، لكن يعني أنا بقول لو كان إحسان له بنت، هل كانت تعيش كل درجات الانطلاق يمكن اللي هو كان كتبها؟ عمل نماذج جديدة كمان أيوة. غير اللي عمل.